أرسلي غيوس القمر الطائي إلى المطار، شاهدوا المزيد من التفاصيل. كما يعرف الجميع، بالأمس صرحت قمر الطائي أنها اليوم ستغادر الأردن وستعود إلى تركيا، وظهر الفنان السيلاوي مع صلاح في السيارة. الأغلب توقع أنهم هم من سيوصلون قمر إلى المطار. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ سيلاوي زلمة منيح والله يوفقك حبيبي. الله يسلمك. Guys, you want to see how Amar speaks in English? Okay, watch this. She'll be talking in English the whole time. We've been having a conversation in English. So, are you... What are your name? My name is Jamal. His name is Ahmed. But here's... Oh my God, really? I can't believe. Oh my God, it's so weird. OMG.